أجدد التحية لكل السادة المستمعين أوفياء إذاعة الحياة FM والسادة التحقوا بنا الآن عبر موجات الإذاعة. نقول لهم ضيفتنا هي الدكتورة هاجر كشوخ وهي أخصائية في الأمراض الجلدية والطب التجميل. دكتورة نحن منذ قليل تحدثنا عن كلية الطب بسوسة والبدايات متاعك وتشجيعات خاصة الوالدين، تشجيعات الوالدة اللي كانت ترغب في رؤية ابنتها باش تكون تطلع الطبيبة، هي بطبيعة الحال تخدم في المجال الطبي والوالد أيضا في المجال الطبي ممرض وممرضة ورغبة مع طموح مشروع باش يشوفوا بنتهم تكون في يوم من الأيام طبيبة. مشكة دكتورة. والوالدة كانت ممرضة في قسم الجلدية، كانت الممرضة استناتوها ذي اللي خدمت مع من الأوائل اللي خدمت مع سي باشير جمعة. معناتها سي باشير جمعة وقت اللي حل الوحدة متاع أمراض الجلدية هي كانت هو اختارها كممرضة متاعه من الأول. من بعد جيوا الأساتذة اللي من بعد جيت بروفيسور ميرا وسي محمد الجزدي وبروفيسور بالعجوزة والكبر القسم الجلدية كبر بيهم هما، وكانت الوالدة ديما معاهم. وكانوا الأجواء اللي كانت في القسم الجلدية كانت أجواء عائلية، وكنت أنا نمشي في بعض الأحيان نطلع على أمي وقت خاصة وقت اللي أنا نقرأ في كلية الطب، نتعدى وقت الفطور ونتعدى نطلع عليها. الأساتذة متاعي اللي تعلمت على يديهم الأمراض الجلدية كانوا بالنسبة لي أنا عائلتي الثانية. معناتها حتى كي نجحت أنا في الـ في الـ في الاختصاص متاع أمراض الجلدية وخدمت في القسم الجلدية، ما عمري ما كنت نحس روحي أنا ماشية البقعة ما نعرفهاش ولا عبيد ما نعرفهمش. كانت العلاقة اللي بيناتنا مش كان علاقة أستاذ بالتلميذة، وإنما كانت العلاقة أخوية أكثر حتى منها معناتها علاقة مهنية. لحد الساعة معناتها أنا نعتبرهم الأساتذة متاعي اللي تعلمت عليهم هم عائلتي الثانية، وديما نوجه لهم تحية ونشكرهم برشا على التأطير متاعهم اللي هما قدموه لي في الـ في الـ في الأربع سنوات اللي أنا عديتها في المرحلة ذيك متاع الاختصاص. نحكيو على الاختصاص، نحكيو مادام أنت فريز دانا قبل شيء، قبل كل شيء في عديتو في سوسة هكا ولا في تونس؟ لا الاختصاص متاعك الاكزاما عديو في تونس. في تونس أيوة. من بعد تختار أنت الاستاج متاعك. دونك أنا استاج الأكثر استاجات متاعي عديتها في قسم جلدية سوسة، وعديت استاج في قسم جلدية في مستشفى فرحة حشيد، وفما قسم واحد فرحة حشيد. أيوة. وعديت استاج في مستير، وعديت استاج في تونس سبيطار الرابطة. ما كانش قبل فما إمكانية أنك تمشي للخارج؟ هو ما كانش عندنا في الاختصاص متاعك. في الاختصاص متاعي ما كانش عندنا نقولوا احنا بوسيبيليتي إمكانية، مش بوسيبيليتي، لا ما كانش عندنا داعي. علاش؟ خاطر تبارك الله احنا في تونس عندنا تقريبا 6 أقسام جلدية. عندنا قسم جلدية في صفاقس، وعندنا قسم جلدية في مستير، وعندنا قسم جلدية في سوسة، وفي تونس فما 3 أقسام: الرابطة، حبيب ثامر، وشار نيكول، والميليتير. 7 أقسام. نعم. بالأساتذة الجامعين اللي هما أكفاء معناتها على المستوى العالمي. احنا هوني في تونس معناتها على شكون تدلل؟ في أي قسم أنت تمشي باش تعمل الفورماسيون متاعك تقى ما شاء الله، معناتها الدرجة اللي أنت مش مستحق باش تمشي انت للخارج. وان شاء الله يكون عندنا في القروان ايضا بما ذكرت في تونس 3 وفي صفاقس، لما لا يكون القيروان في مستشفى ابن الجزار او في وحده الاغالبه. ان شاء الله تكون عندنا ايضا قسم الامراض الجلديه. تعرف اللي الامراض الجلديه مثلا في قسم فرح خزيز اغلب الاندرين وقتها كنت انا في الاختصاص اندرين برشا من قروان، ناس اللي عندها الامراض الجلديه معناتها نسبه كبيره من جهه القروان ومن القيروان.
دونك كانت الانطلاقه نتاعي في القسم جلديه سوسه، وديما كنت نحس روحي لي انا جزء من القسم هذاك، على خاطر كما قلت لك كانت علاقتي بهم علاقه اخويه قبل ما تكون هي علاقه مهنيه، بحكم ان الوالده كانت هي ممرضه في القسم هذاك، وكانوا هما كلهم يحبوها وكانت عندهم علاقه طيبه بها. دونك بديت انا من غادي وعملت الاختصاص نتاعي نتاع الامراض الجلديه، ومن بعد الامراض الجلديه بعد ما كملت انا الاختصاص في البرنامج كنت مش نعدي نكمل المشوار نتاعي المهني، مشوار يونيفرسيتير لاسيستانا. لكن كما قلت لك معناتها ديما احنا المشوار سواء كان لاسيستانا لونيفرسيتير ديما مرتبط بالعدد لي بوست اللي بيجي تحلوا في الاقسام في كل عام هذاك. ايوا العام هذاك ما تحلش بوست في القسم الجلديه نتاع سوسه. دونك حكيت انا مع الاستاذه نتاعي اللي نذكرها بالخير واللي نوجه لها تحيه، الاستاذه المبرزه بروفيسور نويره، قالت لي ما غير ما تقعد يحب لك عام اخر انت باش تحل تستنى ليك الاختيار، تحب تقعد والا تحب تحل معناتها الكابيني نتاعك. هو في الاصل مش بعد ما انا كملت الاختصاص نتاعي بالضبط بعد اكزاما، انا قعدت نستنى كيما نقولوا احنا عام اخر على اساس باش تحل بوست باش انا نكمل الكارير يونيفرسيتي، لكن ما تحلش البوست بعد عام. دونك هي حاسه لي انا مش نزيد نستنى اكثر، قالت لي لي لك الاختيار تحب تزيد تستنى نعم معناتها وقت اخر والا تمشي تحل باشر العمل نتاعك. ايوا دونك انا فضلت اللي انا نباشر العمل نتاعي، وليت نلوج فين باش نحل الاختيار، انا وقتها فين باش نحل، نحل في سوسه، نحل في بقعه اخرى، فين باش نحل العياده نتاعي. تعمل دراسه تشوف اماكن ربما تحب تحل فيها في سوسة أو في أماكن أخرى، كيف جاتك فكرة القروان؟ القروان هي أنت كان نرجع بك 20 سنة تالي ولا 20 سنة تالي، أنا قروان البلاصة نعرف قروان، ما نعرفش البلاصة، ما زرتهاش، ما مشيت لهاش، ما نعرفهاش معناتها. رغم أنك قريبة من القيروان 60 كيلومتر هاك معناها. إيفكتيفمون، ولكن ما مشيت حتى لا في مولد لا في حتى شيء. ما كانش عندنا العادات أننا نجيو القروان. دونك الاختيار قروان كيفاش كان، اول حاجه واحد هو كيبدا صغير عنده كروح المغامره ساعته دابور، اي حاجه تظهر له سهله باش يمشي لاي بقعه باش يبدا العمل نتاعو في اي بقعه. كان الاختيار كيفاش كان هو انه راجلي هو طبعا اختار باش يحل العياده نتاعو في ناظور زغوي. دونك سبقني وحل العياده نتاعو في البقعه هذيك. كان الـ 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 معناتها المسافة اللي بين سوسة والناظور كانت تعدى بين جيرسي، وكانت الثنية صعيبة شوية، معناتها أنا كي باش نحل في سوسة ما الستابيليتي فاميليال كان ياسر صعيب، معناتها مش نكونو مش ينجم يمشي ويجي كل يوم. باغ كونطخ بدينا نلوجو على بقعة، أقرب بقعة نجم أنا نحل فيها الاختصاص نتاعي وتكون قريبة للناظور زغوان، مع العلاقات نتاعنا وصحابنا اللي هذا علاش مش قروان، علاش مش قروان، قروان بالنسبة للناظور دي على جبهة خاف ثنية أسهل، بلاصة ما فيهاش بكود ودهماتو، فما فيها برشا أصحابنا، خاطر احنا لازمك تعرف اللي عندنا برشا أصحاب. أنت درست الوضعية معناها فماش طب نتاع جلديه في القروان هذاك عاجبني مشجعك. كانوا فما تقريبا فما زوز طب جلده في القروان وقت اللي انا خممت باش نحل في القروان. من اول حاجه كان لو برومي سوسي انه هو الستابيليتي فاميليال باش نكون ان اقرب وكنت بالنسبه لي انا معناتها فرصه اني انا معناتها نخدم في مكان نجم تقول ما فيش برشا زاد دي درماتو في سوسة، كان وقتها العدد كبير نتاع الاطباء الجلد، وكانوا عندنا اصدقاء من القروان اللي هما شجعوني برشا باش انا نحل في قروان، هما برشا من قروان وقراو معانا في كلية الطب وكانوا يشجعوا فينا اني احنا نحل في قروان، بحكم اللي الاختصاص مش معناتها ما كانش موجود برشا اخصائيين في الطب الجلده.
دونك هذه كي كانت الفكره باش انا نحل في قروان. باش سامحني نعم. سامحني دكتور، يعني زوجك قاعد في الناظور اي وانت قاعد جيت القروان. جيت القروان تعمل دونك في النافيت بين سوسه القروان. لا مش انا اللي نعمل انا نافيت، انا استقرينا في قروان. ها فوالا هو جا معاكم، هو قعد هو يعمل النافيت بين الناظور وقروان اللي هي كانت المسافه خير، كانت طريق خير. ايه طريق خير على خاطر كي مش يعمل مسافه بين الناظور سوسه كان يتعدى مسالك في لحيه. الطريق طريق ماشي باهي ماشي باهي. باغ كونتر كي انا نحل في قروان مش يعمل النافيت تكون على جي بي 3 اللي هي اسهل في الـ في الـ في الـ في النافيت. نعم دونك كان الاختيار هذاك هي، وسكننا واستقرينا في قروان. سيتي كون بديتي انت؟ سيتي ان اوت 2000. حضرت الكابينه نتاعي في شهر جويليا 2000، بديت نخدم لو 1 اوت. اول ما حليت باب العياده سيتي لو 1 اوت 2000. ومن الحاجات اللي تقعد لي في الذاكره اني انا نهار اللي انا مشيت نخدم حليت الكابينه نتاعي وبديت نخدم في نصف النهار ولا هما دي ساعه كي جيت باش نروح، كانت عندنا سياره واحده اللي هو يهزها راجلي اللي هو خاطر بحكم اللي هو يعمل نافيت. كي خديت تاكسي باش نروح قال لي وين مدام؟ قلت له والله ما نعرفش، راني بقعة ما نعرفهاش. قلت له كيفاش؟ قلت له راني أول يوم معناتها العمل نتاعي وراني ما نعرفش شو نسمي البقايا. به قال لي قرب لي بالضبط فين الواحد قعدنا نحكي، واللي وقتها أنا الدار اللي أنا كريتها سيتي ورا مستشفى النفسية، قال لي البقعة هذيك تتسمى جرد. عيب به. قلت له أول مرة مستشفى الجزاء صحيح. اول مره نسمع كلمه جرد وولاد فرحان. كلمه ولاد فرحان ما يبقى هذيك مدام، حبيت نذكرك ونقول لك البقعه هذيك كانت كلها ما الحدائق هذيك قبل ما يتعمل السبيطار ما كل شيء. كانت الناس تسكن في الحدائق هذيك. عاش قال لك جرد، هما جرد كانت معناها كانت كلها جرد وكانت كلها حدائق. اول مره نسمع كلمه جرد وكلمه ولاد فرحان هي النهار هذاك. وقعد التاكسيست يفسر لي شويه وقعد يتبع بشويه بشويه دايو حتى كي وصلنا البقعه ما عرفتش الدار خاطر جاي لداخل شويه، قعد معايا حتى وصلني. وفي اللحظه هذيك حسيت قداش معناتها لو برومي كونتاكت مع اول عبد اللي ما نعرفوش قداش جينيرو معناتها ابخي تو طول بالو باش وصلني وما تقلقش روحك. لا مدام مدام القراوه وراهم وكلهم جينيرو بالطبيعه. أيوة. حبيت نقول لك لو برومي كونتاكت. وعندي علاش اصدقائك شجعوك تحل في القروات؟ خاطر هما جينيرو. خاصهم سون دي جينيرو، توت لي كرواني سون جينيرو. افكتيفمون افكتيفمون. وهيك علاش خلاني انا محبتي لي لهم ومحبتي للعباد هذايا اللي انا لحد الساعه موجوده في قروات. هو كذلك تقريبا توا عندك 23 سنه ما شاء الله. 23 سنه ما شاء الله. وبعد المسيو توا مازال في المسيو من الاول قعد في الحال في الناظور وبعد دخل للصحه العموميه. ايوا خدم من الاول في سبيطار سبيخه ومن بعد ولا في قروان. سبيخه القروان سي سبيخه القروان 35 كيلومتر يكون يكون في القروان. هو يخدم هنايا في المستوصف نتاع الفرات. كومون فوزافي كيفاش لقيت الاجواء هنا في القروان؟ انت قلت التاكسيست هذايا وراك البقعه، كيفاش تعرفت على القروان ساعه؟ كيفاش تعرفت على القروان وانت ربما بين العياده والدار؟ اما مثلا ما القروان كلها ما عرفتهاش، قعدت ربما مده باش عرفتها. هو سي غاس الاصحاب والاحباب معناتها اون فيت تفيق من بعض اللي انت عندك اصحابك من الاول ما تكونش اللي هما متعرف اللي هما من قروان وبعد بشويه بشويه تعرف اللي هما معاك اونتوغي. كانت عندي كان عندي اصحابي اللي من قروان، واحده هي توا عايشه لبرا هي اللي عرفتني بالوالد والوالده نتاعها اللي هما كانوا اللي كانوا عباره على امي وبابا في القروان اللي هما مدام نفيس علاني وسي محمد الناصر العليني الله يرحمه. أيوة. كانوا هما النواة الأولى اللي هما كيفاش احتضنوني. كانت هي العائلة الثانية متاعي في قروان وما ننساش الفضل متاعهم عليا، احتووني بالحب متاعهم لي أنا. زادا أصحابي
مش قلت لك القرايه وراهم سون جينيرو سون جينيرو ايوا معناتها منهم هما تعرفت على برشا عائلات الحمد لله بيهم هما تعرفت على برشا عائلات اللي حابين حبوني وحبيتهم برشا ولات عندنا علاقه وطيده معاهم زيد اصحابي اللي قريت معاهم في الكليه واللي لقيتهم هنا في قروان منهم دكتور اكرام بلارا وسي محمد ليوان زيد دكتور امال ترابلسي وسي سيده دويبي الكلهم كانوا سند لي انا وذاك علاش في الوحده نتاعي انا اقلمت فيسع خاطر عمره ما حسوك اللي انت وحدك في البلاصه في بلادك في البلاد هذيا بالعكس ديما تحس روحك اللي انت بيان اونطوري نهز تليفون في اي وقت نكلمهم حاجتي بحاجه الكل الحبيبي اللي تعرفت عليه من بعد الكل لنهار واحد حسيت منه معناتها اللي معناتها فما معناتها نقولوا احنا رفو ولا هكا لقيت كان كل الظروف الطيبه الملائمه كل الظروف الطيبه الملائمه اللي انت معناتها كل واحد يتمناها باش تكون يعيش فيها خاطر هو مش كان العمل في الاخر معناتها هي العلاقات الحياه نتاعك هي العمل اكاهو هي علاقاتك اللي خارج العمل هي اللي باش تخليك انت فرحان ولا مش فرحان وانت مادام علاقتك طيبه بالناس الكل وانت ايضا ما شاء الله عليك معناتها على مستوى الاخلاق نتاعك عاليه وذاك الشعبات تحبك برشا وخاصه عايشك. في ظروف العمل نتاعك تقوم بها تو تحكينا بطبيعة الحال على الكابيني نتاعك اللي حليتها بون تحكي لنا كيفاش كان المرضى من الاول شنو هي الانواع نتاع انواع المرضى اللي يجيو للعياده نتاعك وكيفاش كنت تباشر لعملك واش كنت تتعامل مع المرضى نتاعك العياده نتاعي كي انا حليت ما كانش عندي احساس اللي انا هي عياده طبيه خاصه ايوا ما عمري ما حسيت نهار اللي انا يلزمني معناتها من العياده هذه انا يلزمني نكسب فلوس معناتها كان بالنسبة لي أنا هو عمل وكان المريض اللي يجيني عندي إحساس اللي هو كأنه واحد من العائلة ويلزمني أنا نوقف له أيوة. وما عنديش مزية باش نقول الكلام هذا ولا باش نفخر بيه ما هذا هو الإحساس الأول اللي كان عندي دونك كان عندي لو سوسي متاعي اللي أنا كيفاش نوصل المعلومة كيفاش نوصل أني أنا نعاونه باش يوصل للنتيجة اللي هو كان يحب عليها أنت ركزت أنت على الجانب الإنساني الجانب الإنساني والطبي أيوة. فقط ويزمك تعرف أنه في وقت اللي أنا حليت ما كانش فما طبيب أمراض جلدية في السبيتار صحيح دونك كنت نشوف المستويات الكل دونك المستويات الكل معناتها الإنسان اللي يقدر ولا ما يقدرش والإنسان اللي طالب الشفاء ولكن ما عندوش القدرة أنه هو باش يعالج في البريفي ما كانش عندي لو سوسي اني انا مش نكتب اوردونونس اكها انا عندي كان لو سوسي نتاعي كيفاش نتبع المريض كيفاش نوصل اني انا نوصل معاه الحل الشفاء يعطيك الصحه دونك باللي نقدر باللي انا نجم دونك وبدات المرحله بدات الرحله هكاك دونك وبدينا في بديت الكابينه نتاعي نخدم والعمل الدؤوب بنفس الشخصيه من نفس الخاصيه نتاعي انا اللي انا ركز كان العمل نتاعي جيسك لو جور لحد الساعه هذه دونك العمل نتاعي هو لا بيرفيكسيون نحب نوصل اني انا نوصل اني نكون طبيبه متميزه قريبه من المريض نتاعي ونحاول اني انا نوفر المعلومات نتاعي لكل العبد اللي جاني وقصدني حتى احنا ديما كانوا عبد قصدك معناتها حاجه حاجته بيك في حاجه طالب المعاونه نتاعك انت وانا نحاول باللي نقدر باش نكون اصاني كوت ونكون اني انا نوفر له الحاجه اللي هو طلبها ايوا دونك بدينا من الاول في الطب الجلده فقط خاطر كانت الامراض اللي غالب الناس اللي تجي هو الطلب نتاعها هو الامراض الجلديه لحد بشويه بشويه وبعد حل فما شكون جاء في السبيتار معناتها فما الطب الاختصاص جيت طبيبه استقرت في السبيتار دونك ولا فما ولات فما سولاجمون للناس ولا فما اني فما ناس تنجم تعالج بالكرني نتاعها اي نعم
دونك دونك حتى البروفيل نتاع لي باسيون تحس تبدل. معناتها فما ناس توا ولينا في البريفي بريفي اللي هما الناس تجي اللي تقدر تروح على البريفي، والاخرين يحبوا يمشوا للوبيتال يمشوا للوبيتال. دونك الشارج نتاع الكابيني ما عادش عندي برشا. دونك طورت العمل نتاعي انا في هذا، ودخلت في لي فورماسيون نتاع طب التجميل في الوقت هذا، خاطر احنا لازمك تعرف اللي احنا امراض جلده كيما هي امراض نجم من بين الامراض نتاعنا تمس جماليه الجلده مرتبطه ببعضها، يعني مرتبطه ببعضها. فما الامراض امراض، وفما الامراض اللي هي تمس جماليه الجلده. دونك هنا حاولت نطور من المعلومات نتاعي ومن الكفاءه نتاعي في كل ما هو طب التجميل، خاطر اللي يجيك على حاجه اللي تمس الجمال الجلده لازمك تكون عندك المعلومات الكافيه والكفاءه الكافيه بتنجم تعالج المشاكل اللي تنجم تسببها الامراض هذه. دونك من هنا جات الفكره ان احنا نطور الشهاده نتاعي والمعلومات نتاعي في طب التجميل، ودخلنا في لي فورماسيون نتاع طب التجميل اللي هي بدات مع كليه الطب بسوسه، وبعد بشويه بشويه مع لي فورماسيون كونتينيو مع لي ستاج اللي نعملوهم برا لي فورماسيون اللي نعملوهم برا. دونك اكتملت الكفاءة نتاع طب التجميل، نقولوا شهادة كفاءة في طب التجميل سي صح. ايوا، ومن هكا جات الفكرة باش نطور العيادة نتاعي ونعمل وحدة طب التجميل اللي فيها كل ما هو لي زاباري دو لازير، وكل ما هو فيها لي زاكت استيتيك. اللي هو لي زاكت استيتيك تولي ما عادش تعالج كان التشوهات اللي تعملها الامراض الجلديه، وانما فما طلب من الاشخاص لتحسين المظهر اللوك اللوك دونك، والا لتاخير الشيخوخه شيخوخه الجلد. دونك هنايا وليت عندي وحده لكل من يطلب الحاجه هذيا، تكون انا حاضره للمساعدة الأشخاص هذوما باش يحسنوا من المظهر نتاعهم. لي زونتيريد هذوما خاصة الناس النساء الكبار والرجال الكبار اللي يحب يقوم بعملية التجميل هذه، اللي خاصة كيكون هناك تجاعيد كبيرة، أنت بطبيعة الحال تنصحوا باش يعمل عملية التجميل أو تنصحوش؟ هو اختيار، راهو الانسان هو اللي مش يختار ان يكون عنده تجاعيد ولا ما عندوش. اللي ما اختار ما يحبش هذاك هو حر، اما اللي اختار هوني الطبيب هو اللي باش ينصحو كيفاش الطريقه. ما نجموش نعملو كل شيء في كل وقت. دونك الطبيب اللي عنده الكفاءه اللي هو اللي مش يوجه مش يوريه الثنيه نتاعو كيفاش باش يصلح التجاعيد هذوما ومش يحسن من المظهر نتاعو. دونك العمليه تستدعي انه هو الاختيار يعود للمريض، وايضا والنصائح نتاع الطبيب، نصائح نتاع الطبيب بالطبيعه سي صح. قبل ما نواصلوا معك رحله شيقه دكتوره، شو رايك نعملوا فاصل غنائي؟ او سي ايمن ليغا نشكروه اللي رافقني في هذه الحصه. شكون الفنان تحب تسمعه؟ لطفي بوشناق انت شمسي. إذا لطفي بوشناق أنت شمسي مع أخونا وزميلنا أيمن ليغا، تفضل أيمن.